الناس أجناس لنعد سمنان تلقاه يانسبك ويفرح بالأقواك لنكضتك عسر الليالي بالهوان يطنف شذيذة عنك ويقول ما باك منهم بحالك والتحيات منان لنحصلك في درب أجنب وباراك ومنهم على سدك يبحث ومشتان ويحلف ما بيبيح سدك وطرواك سويت اللي في الناس مبغض وصدقان كثر العداوة والبغض ريت سليمان الشيء مطوع يقول لك يوم حملت حامل بريال يوم وضعت يا بت بنيه وعمي يا بيع الورد عمي يا بيع الورد باع العفاد وشراك انت قل لي الورد بيش قل لي لا 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 وندرس العالم مفاهيمه الانسان صوغ اللي خاتم في صبع اليمين صفكم وافي يا صفين تمام ناس يقولوا اليوم خامس واني اقول اليوم ثاني قالت نخذر وحتم ايدي مصد ورد الوعي خالي وزيت الوزان قشاطه يا ناعم العود يا سيد الملاح ضرب مرواسك تنزل قماش يو تيار ولا بعد ما تبيعونه ما وفي ودع الله يا المضربية يد الفل وحل المشام بان ودع ظليل خلي ما لقنا قطة ولا حمام هذا الغوز نيلوه ما تعرف اللي يعطين وهذا فيه ثمن ما يخوض صبيا الحمدان كلهم سهارة راعي البلد زعلان يا بيل راحة ثمان ثمان وان تو تري فور تير سأل المنشد سأل المنشد التقديمة اللي سويناها مع السيارة صاحبها موجود وصاحبها وصل تعالوا السلام عليكم أبوي السلام شيخ عليكم السلام كيف حالك؟ السلام أنت بخير؟ بخير الله يعطيك الصحة والعافية يعافيك يا مرحبا بك السلام كيف حالك بخير؟ بخير وعافية الله يعطيك الخير الحمد لله قديم؟ قديم مودي الكمذي؟ 82 82 ايه ما شاء الله ومحتفظ فيها للحين الحمد لله مشترينها بروحك يعني من يوم 82؟ لا نشترينها واحد قال لعلي بن سيف في كيومي من ميحة مدة بالجسيرة وخدتها أنا يعني سنة كم أخذناها؟ أنا ما أخذناها مع هو اثنين يعني تقريبا 84 84 أقول 83 تقريبا 83 83 أي ما شاء الله 83 أي يعني من هناك 7 ومن هناك 10 ومن هناك 10 كم صاروا؟ 87 سنة 27 سنة 27 أيوة 27 سنة لما خدت أنا هذا من خط أنت 27 سنة أي ما شاء الله عمر آدمي عمر آدمي يعني اللي مولود في ذيك السنة على الحين عنده عيال مشيد ومشيد تسلم شيخ شي مع قصيدة أبوي؟ لا ما شي لا يقول يوم حملت حامل بريال يوم وضعت يا بت بنية أي إيش هذي؟ هذا ميدان يا أخي
ميدان هذا. أيوة. ميدان. تعرف اليوم؟ لا. شو بخاطرك؟ تسلم. توصلني بشيء؟ ماشي. أحسنت أبوي. تسلم. إزاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيك. كيف الحال؟ بخير وعافية. كيف حالك؟ عساك طيب. بخير. عافاك ربي. يوم حملت حامل بريال، يوم وضعت ثيابة بنية، شذي؟ يا الله أبوك خليت لنا الحين هذا أنت مرة. خلني أفكر له شوية. يوم حملت. دور منك. يوم حملت ما عندي يا أخي. عليك منه فراسه. يا ليت أبوك لو فراسي. هي حر 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 حر. قتلنا حر. بنروح. هي شو 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 اسمه قلت لي؟ مرة. مر. يوم حملت حامل بريال، يوم وضعت ثيابة بنية. ما بيجي بحقك. سيارة. يوم حملت حامل بريال، يوم وضعت ثيابة بنية. يوم وضعت ثيابة بنية. هناك. هناك. راع الشمام. هيك. كيف حالك؟ مخبارك طيب؟ بخير. من على كم بعت الشمام؟ 5 كيلو بريال. غال؟ بعده. ما غالي ما غالي. هذه مال هين دي؟ مال بركة. مال بركة. مال بركة؟ ايه. يقول عامر هذه رقم واحد. رقم واحد معروف. ها؟ معروف. هذه حالك ولا مشتري؟ حالي مشتري لنا يعني. نعم. ايه نعم. يقول لك يوم حملت حامل بريال، يوم وضعت ثيابة بنية. حرمة بيكون. حرمة. الحرمة. ايوه. تحمل بريال وبعدين تجيب ولد. ايوه. ايوه الحرمة. هي تحمل بريال وبعدين تجيب بنت يستوي؟ كيف تحمل بريال؟ تراها تحمل تجيب ولد. لكن هي يقول لك يوم حملت حامل بريال، لكن يوم وضعت ثيابة بنية. يستوي يعني في البطن ريال وبعدين يستوي بنت. يستوي بنت ويستوي ريال. يستوي. الفحل. ما انخلى. ما بعد ما نعرفه. الفحل هذا الفحل يمكن ما نعرفه. كيف حالك؟ كيف الحال؟ يوم حملت حامل بريال، يوم وضعت ثيابة بنية. هذا سلاح كنت. كيف؟ يعني يوم تحل في رصاصة ترى خلاص من تطلق فيه تصبح عادي صفرة آخر شيء. ايوه اخر شيء تطلع الصفره. كيف هاك الطلقه تروح. كيف عرفتها؟ كيف عرفتها؟ هذا زمان اول. هذا من اول زمان عارفين هذا الشيء. صدق صدق. كيف عرفتها؟ عارف انه عارف انه هذا يوم حملت حامله بريال، يوم الوضع يابت بنيه. نعم. تحمله مخباط. مخباط. مخباط طلقه. ايوه طلق. ايوه معي. أيوه. ويوم يوضعوها رصاصه. رصاصه فعلا. صحيح. يوم حملت حامل بريال، يوم وضعت ثيابه بنيه. صحيح. صفره. صحيح اجابتك صحيحه. في استمعنا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطنه عمان تستاهل. لكن يقول عامر بيسمع شيء. يسمع رزحه بني بله. هات ساعه وصلنا وسقونا الزلال في طاس. وذي ديرة تروي قلوب الظاميين، وبسطي يديرة واصل في البلد رماس، جايب بضاعة وتعجب المتشريين. قال ارمس وطيب الليلة يو قوي الباس، واحنا على بيع وشراء متفاهمين. انا سنادك ولا تسمع كلام الناس، والناس يو صاحب ترى متسفرين. قال لحن نبني بيوت غلقة بلا حديد وساس، نصف المثايل ما صف الحصى والطين. ويوم ينادي المنادي يسوي لك كرياس، حيدك من التجار يلي فاهمين. فاهمين على رزحة. زين بعدك. هات تنيب لكم ميدان. هات. قال له هم لمع حلحلي مغوار. هم لمع حلحلي مغوار، يلعب سلي محات الموت. بفضيلتك فقش عيوني وتالي دحني ثلاثي ماء، لكن طريق محلحلي مغوار بطل صميدع محات الموت. حولي. هما لمع حلحلي مغوار، يلعب سلي محات المود. بفضيلتك فقش عيوني وتالي دحني ثلاثي ماء، لكن ضريغ محلحلي مغوار بطل صميدع محات المود. هذا قوي. معها بعد ما بس. خله يقولوا بس وين بسك وايد لك الناسين ورمضان. ناسين ورمضان. هاد بعدك. قال له ما بشرب الحالي مر ودعاني، وقرب صايغ السط وانحاسي،
وخادم حل عيوني مرود فضعت صايغا هندي بحراني لكن شل الطمع وباع مرود عانه وعطاني بدله سط ونحاسي. تشوف آه. الطمع مسهل قم يا نديبي شد لي على الحايلات وبلغ سلامي يوم ان قلت لي تندل امير الرشيدي باسط بالكرامة هناك فارش زوالي وباني للغريب سبل ونوخ ركابك في غصون ثامرات يودوا معاني وبتشوف الشيوخ دول راسغ حوال السبلة منهن لعرقات حول وضمر يشبهن هلال هل ولن ينك ما الطلب متعزلات تسمع حضيف يديهن وصرير القذل وبنات سمحة في المدى متسنعات يلقطع عن درب الظواهر واليبل وعلى يدود وعلى يداد الفرض أول رابيات ما يزقرونه يا الطانف تعال اقسل بنجيب لك غزل بعد هات. يا من حضر صلوا على نور ظهر خير الخلايق يلا في أرضه وسماه وعيسى بني مريم هبش يدعو ثمر وبلا أبوه تنشى من حسن وغواه روحي تبعت الود وركبت الخطر ومزاعل إن الود نسان الصلاة ثوب البريسم تلبس ونف المطر بالودنا يا صاحبي أوصل حذاه خلني بشقاي وانت تلقى لك عذر وقم في غيرك ما تحس بمشتكاه ويا من عيونه كنهن روضة قمر شروى قمرسات التعيب من غواه بالروح بفديه وبسمعي والنظر حورية ترقع على الميت حياه يايب مثل بسمعوا كلامي يوبشر قلبي توشل من ييت اسمع الطرواه ذي في البواطن ولا يسكن في الحير والسولعي وناس ود بملتقاه ضاري على نعمه وما يرعى مشير ربي يقص الروح من شله وحواه مسوي العزايم ومسوي كثير احور وانشد مع التجار ما طحت بدواه وملحزم يناكم على بكار انشقر وانت وصحاب اليود ما عنكم غناه سالم ما عنكم غناه انت وانت كذلك ما عنكم غناه احسنت جزاك الله خير ابوي احسنت يعطيك الصحه والعافيه ويش الواقمر عاشر بيتي بالبعد ينصوت القبايل اي واش ملك قبل مشايبني يوحش يا عبي مطاحة وفوق الشقا زاد ومحني والمضر نفراحه اي ودرك حبالك عن وفني اي كنت ابغى مني نصاحه وبعيد الولاية بتحني في وادي عند عمر نصاحة اي واش ملك عبل مشايبني يوحش يا عابي مطاحة وفوق الشقا زاد ومحني هو المبر اني فراحه وزك حبالك عني وثني هي كنت ابا مني نصاحه وبعي عند الولايه بتحني في ودي عند عمر المزاحه يو 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 كان ما ينشق قص عقل وسمنك وحادي يا البيرازي
سمنك وحدا يا البي رازيلي صفات مع البوش ومصايح ولا ترد بعينك عيلة مصايح هلالة ولا تعينها يون بير يو وإذا ترد بعينك على مصر هاي حاولت عينها يود برازي ما الفحمة فيه ما الفحمة فيه ما هو الأولي سميت بمن خالق سماوات عظام خالق خلوقه بعظامه ومفاصلي يا غيث يا مطر يا وابل يا رثام يا سحاب المخايل محي لماحلي سميت بمن خالق سماوات عظام خالق خلوقه بعظامه ومفاصلي يا غيث يا مطر يا وابل يا رثام يا سحاب المخايل محي لماحلي اللي سميت بمن خالق سماوات عظام خالق خلوقه بعظامه ومفاصلي اللي سميت بمن خالق سماوات عظام خالق خلوقه بعظامه ومفاصلي يا غيث يا مطر يا وابل يا رثام يا سحاب المخايل محي الماحلي يا غيث يا مطر يا وابل يا رثام يا سحاب المخايل محي الماحلي وعمي يا بيع الورد عمي يا بيع الورد باع العفاد وشراك انت قل لي الورد مش قل لي لا 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 درس العالم مفاهيمه الانسان صوغ اللي خاتم في صبع اليمين صفكم وافي يا صف بين تمام ناس يقولوا اليوم خامس واني اقول اليوم ثاني قالت نخزر وحتم ايدي قمصت ورد الوعي خالي وزيت الوزان قشاطه يا ناعم العود يا سيد الملاح ضرب مرواسك تنزل قماش يو تيار ولا بعد ما تبيعونه ما وفي وداع الله يا المطربيه يتلفى لوح الليل مشام بان وادع ظليل خلي ما لقينا قطة ولا حمام هذا الغوز نيلوه ما تعرف اللي يعطين وهذا كفيس من ما يخون صبيا الحمدان كلهم سهارة راعي البلد زعلان يا بيل راحة سبين وان تو تري فور تير سؤال منشد سؤال منشد سؤال ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه يقول لك ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه وش هذا والله ما اعرف كيف حالك ابو الحمد لله بخير الحمد لله الله يعطيك الخير ان شاء الله يقول لك ينظر يناظر بدون الشوف وما يحصل البر من شوفه وش هذا هذا ما اعرف الصراحه ما اعرف والله شوف ما شاء الله تبيع الاشياء اللي شويه كانت قديمه نعم مجددينها كان فيها تجديد ايوه والراديو هذاك من أول نعم قديم نعم من متى معك تقريبا حوالي 15 سنة اي نعم محافظ عليه اي نعم الحمد لله ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه اقول لك ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه عيد مرة ثانية سؤال ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه ايش هو هذا طيب ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه ما يحصل البر من شوفه ها ما طب لا مو قال تعيد ايش مرة ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه ما يحصل البر من شوفه الهوى
ينظر ما في عيون. شو شوفنا كنا. الله. الظل. الكاميرا. الكاميرا. إيه. مو كاميرا يعني. يعني أول مثل اللغز يقول يعني ينظر وما في عيون. إيه هو هذا كاميرا. تشوف حتى تشوف عمرك. القيامه المنظر له المنظر المنظر هاي المراه له المنظر هاي المراه مراه ما تغير لا مراه مراه نصيبه تشوفنا وما نشوف يعني وما فيها عيون. ايوه ايوه لان انت تشوف عمرك فيها تطلع تطلع المراه يعني وتشوفك يعني المنظر المنظر المراه 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 ما تغير. لا ما تغير. غير. بدل. خلاص المرأة. ها؟ لا المرأة. يمكن ما صح. بس هذا جات. جاهز يكون صح جاهز يكون مو صح. المرأة. شوف علينا وما فيها عيون. ما في. ينظر يناظر بدون الشوف يعني بدون ما يشوف أصلاً. إيه. وما يحصل البر من شوف ما تشوفنا. صح. لكن هي تشوف نحن نشوفها. إيه. وين؟ هي المرأة. المرأة. إيه. المرأة. المرأة وإجابتك صحيحة. اسمك بالخير؟ سالم بن عامر بن سعيد العبقي. والنعم. المرأة ينظر يناظر بدون الشوف ما يحصل البر من شوفه اللي هي المرأة. شوف علينا وإحنا يعني أو هي تشوف لكن ما فيها عيون. صحيح. صحيح. تعكس الشوف. مشكور فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة تلفزيون سلطنة عمان. تستاهل. يعطيك العافية. التراث والمقتنيات. الوالد بس أول حبيت أسألك يعني كيف جمعت هذه الأشياء؟ والله جمعت هذه من فترة طويلة ما من يوم وليلة يعني. أنا تقاعدت في 96 واهتميت بهذه التراث بعد التقاعد. نعم. والحمد لله جمعتها من حركة نفسي في بعض الأسواق. والفترة الماضية كان سوقنا حقيقة كان نشط قبل أن يعاد بناءه وكان نشط جدا يعني. ما مثل اليوم بعد إعادة البناء يعني. يعني نشط قبل يم كان بشكل التراث بشكل القديم. التراث القديم كان نشط وكان الناس ترتادوا وكان حتى الأجانب الوافدين ولله الحمد. أما الحين لما يدخل السوق ويشوفوا الشكل الجديد هذا مباشرة خرجوا ما حيدخل مثل ما حيدخل كما قبل أبدا أبدا. وفي نفس الوقت بعد أزيدك من الشعر بيت إن الشيء اللي حصل إنه خرجوا السوق قبل الهدم. ولما جه السوق ما عادوا الناس إلى داخل السوق. نعم. زين. أيوة. الوالد نحن موضوعنا عن الدكان عن التراث. نعم. زين الوالد من وين اقتنيت هذه الأشياء؟ والله من أسواق. أروح أسواق المضيب سناو عندك نزوة عندك عبري عندك يعني جميع أسواق السلطنة أزورها يعني. نعم. من زمان. من زمان حوالي فوق 22 سنة. ما شاء الله. اي بعد التقاعد اكثر شيء استقريت بعد التقاعد يعني. وما اشتريت من اشخاص مثلا لان في عندك بنادق قديمه خناجر قديمه. والله بعض الاحيان نشتري مع اشخاص ما اقول ما نشتري نشتري بعض الاحيان لما يجينا مثلا بايع محتاج نشتري من عنده. نعم. ونسال تعالى يكون منصفين عنده يعني. ايوه طبعا انت تبيع. انا لا اكثر شيء اجمع. تجمع. اي ابيع الشيء اللي ممكن اجيبه مثل الزان بعض الزانة مثل البسيطة هذه مال كند مال ماني أبو شعلة والسكتون أبيعها هذه. أما التراث ما أفرط في مسمار يعني. والبنادق هذه كلها مال البيع. مال البيع. وفي بعد يعني يقول لك التراث ما أفرط في مسمار. أيوة التراث قال لك ما يفرط حتى في مسمار لأن ما يتعوض. هذا تراث وهذا تاريخ. التاريخ لا يتعوض ولا ينشري في نفس الوقت. التاريخ إيه؟ ما ينشري بفلوس. تاريخ ما ينشري بفلوس مهما مثلا حد من الاخوان حاول يكون يجمع تاريخ لنفسه ما ممكن يعني. هذا كل شيء يبقى الى عادته القديمه السابقه. التاريخ اصيل. اصيل. التاريخ متوارث. يبقى ما يشروا بفلوس ابدا ابدا. ما ينشر بفلوس. نعم. سيبقى. والتزوير ما مثل ما تقول ما له مده. بتظهر حقائق بعد التزوير. صحيح. يعني الأصلي ممثل التزوير. يبقى أصلي. الأصل ممثل النقل. يبقى الأصلي أصلي والمزور مزور. نعم. وأنت قلت لي ما تبيع طبعا. لا ما أبيع. نعم. ما أبيع. إنزين وش هدفك أنت من الأشياء اللي مجمعها هذه كلها وأنت ما مستفيد ماديا؟ أنا الهدف إن الحفاظ على هذه الأشياء لأن أنت شوف لو تشوف سوق الأستاق أنا الوحيد اللي مجمع. أما الناس الحين طمعانة في العمارات طمعانة في المحلات التجارية طمعانة في الدخل. لكن لا تعال لما يمن عليك بلقمة عيش. والله الحمد ما في داعي انك تفرط في هذه الثروه يعني. هذه ثروه في السوق. صحيح. هذه اذا كان اليوم الكيلو مثلا ب 1000 ريال يمكن بعد فتره يجيب 5000 ريال. صحيح. ما ضايع.
انزين الوال انت صاير؟ لا ما صاير، بس انا اشوف عندك يعني عده للشغل. هذه اشياء بعض الاحيان مثل ما تقول ابدل بين الحين والاخر، اغير مثلا حد عندي بغى تغيير لقرن، بغى تغيير لنصله، بغى تغيير لحزاق، يعني هذه حاجات بسيطه. القرون والنصل هذه من عندك ولا؟ اي موجوده عندي. نعم موجوده. موجوده يعني. نعم موجوده. نعم اي. الوالد شيء تحفظ الشعر ولا شيء؟ والله ما احفظ وايد حقيقه، ما احفظ، ما يلي هواي قليل. ما يلي هواي حتى شويه. اي خلاص ما بيزحيل. ما بيزحيل. يا بيع الورد عمي يا بيع الورد باع العفاد وشراك انت قل لي الورد ليش قل لي لا 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 من درس العالم مفاهيمة الإنسان صوغ اللي خاتم في صبع اليمين صفكم وافي يا صفين تمام ناس يقولوا اليوم خامس واني أقول اليوم ثاني قالت نخذر وحتميدي مصد ورد الوعي خالي زي تلوزان قشاطة يا ناعم العود يا سيد الملاح ضرب مرواسك تنزل قماش يو تيار ولا بعد ما تبيعونه ما وفي وداع الله يا المطربية يد الفل وحل المشام بان ودع ظليل خلي ما لقنا قطة ولا حمام هذا الغوز نيلوه ما تعرف اللي يعطين وهذا كفيس ما يخوض صبي الحمدان كلهم سهارة راعي البلد زعلان يا بيل راحة سبين سبين وان تو تري فور خير سأل المنشد سأل المنشد سأل